أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم. وحلقة مكونة من ثلاث أطباق. طبقنا الأول حيكون طبق مصنوع من البطاطس، فكرته كتير لطيفة وحشوة الجبن فيه حتبقى كتير مميزة. خلينا نشوف مع بعض المكونات. أقراص البطاطس بالجبن: 2 حبة كبيرة بطاطس، 1 ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، ربع ملعقة صغيرة جوز الطيب، نصف كوب جبن شيدر مبروش، 1 ملعقة كبيرة زبدة لينة، 1 حبة كبيرة بيض، 1 ملعقة كبيرة أوراق البصل الأخضر مفروم. للحشو: 2 ملعقة كبيرة جبن كريمي، ربع كوب جبن شيدر مبروش، للقلي 2 ملعقة كبيرة زبدة. أعزائي، طبق البطاطس اللي حنعمله هلأ طبق جانبي، يعتبر ممكن أستعمله في وجبة غدا، ممكن أستعمله لرمضان، للسحور، بالفطور، في أي وقت. إذا عنا عزومة مميزة بقدر أعمله بأحجام مختلفة. أما في طبقنا اليومي للغدا بقدر أتحكم على حسب طبعا عدد الأشخاص. الفكرة عندي هون في هذه الوصفة ما في مقادير دقيقة، يعني أنا بعطيكم فكرة وإنتوا تصرفوا فيها أو أعملوا فيها حسب ما تحتاجوا من عدد قطع البطاطس. حقولكم بس فكرتنا في إيش في هذه الوصفة. أنا حامل كأني طبخة بطاطس بيوريه ولكن مع جبن بطعم كتير كتير لذيذ. خلينا نتكلم عن البطاطس نفسها. كمية البطاطس أنا حختار حوالي 2 حبة كبيرة، هدول ممكن يعني يعطوني بالآخر ممكن يكفوا 4 أشخاص، ممكن أو 3 أشخاص، أو إذا بدكم تعملوهم أصغر ممكن 6 أشخاص. عشان هيك أنتوا بتقدروا تتحكموا بالكمية زي ما أنتوا بدكم. هحتاج للحشوة نوعين من الأجبان. في عندي هون جبن كريمي وعندي جبن شيدر. إذا حسيتوا أنه في نوع آخر من الجبن، مثلا ممكن موزاريلا ينفع، ممكن رومي ينفع، برمجان ينفع، على حسب ما تحبوا من نوع الأجبان تقدروا أنتوا تغيروا فيها. ممكن تحشوها حتى بجبن أبيض برضو حيبقى طعمها كتير لطيف، الجبن الأبيض اللي بناكله يوميا، الفيت الأبيض. بالنسبة أعزائي للبطاطس نفسها كمان، مش الحشوة، في نفس مكونات البطاطس برضو حستعمل جبن وحستعمل بيض. وعندي هون لإضافة نكهة كتير كتير طيبة بصل أخضر، ولكن الأوراق فقط. لاحظوا أنا فرمت بس الأوراق بهذا الشكل. أنا كتير بحب يعني بستخسر هيك الورق البصل الأخضر، بحب يعني نكهته وطعمه، ودائما بدخله في الأطباق قد ما بقدر، حتى في الدريسنج السلطات، فبستخسر أبدا أرميه، بحس إنه في قيمة غذائية كتير عالية. نبتدي أعزائي وصفتنا بسلق البطاطس. بسلق البطاطس بالطريقة التقليدية اللي إحنا متعودين عليه عادي. هحطه في طنجرة مناسبة للحجم، بغمره بالمي وراح احط له شوية ملح، حوالي نص معلقة صغيرة من الملح، واسيب البطاطس لغاية ما تنسلق بالشكل العادي اللي احنا التقليدي المتعودين عليه. هبتدي وصفتي بهرس البطاطس. البطاطس عندي مسلوق، الحلو في الوصفة هاي التجهيز المسبق. ممكن أجهز الأطباق، أقصد أجهز البطاطس وأخليها بالثلاجة وقت التقديم، مجرد أني أكمل طبخها بطريقة كتير لطيفة وسهلة. هحرس البطاطس، عندي هون هراسة بطاطس كتير لطيفة وعملية وتنظيفها سهل. الحلو في المطبخ دائما وأدوات المطبخ أعزائي أنه كل شوي في ناس مشكورين، احنا ما بنعرفهم طبعا، اصحاب المصانع والادوات المطبخ، انا متاكده انهم بيبذلوا جهد كبير ليطوروا لنا هذه الادوات بشكل عملي. يعني كل شوي بنلاقي انها بتتطور بشكل مفيد اكثر، سهوله التنظيف، سهوله الحفظ. يعني لاحظوا انا بصراحه معجبه جدا فيها. بحط اعزائي حبه البطاطس بهذا الشكل، وبس مجرد اركب حبتدي أهرسها بهذه الطريقة. فكرتها كتير بسيطة وعملية.
البطاطس هلا اصبحت عندي جاهزه. ابتدي اعزائي نشوف الاضافات الثانيه اللي حنحتاج نضيفها لهذه الوصفه. حضيف شويه جبن شيدر وحضيف بيضه البصل الأخضر ورشة بسيطة من الملح، تنسوش إنه الجبن فيه ملح، وحضيف الزبدة. الزبدة طبعا حسب أنا ذكرت لكم في المقدار، ممكن نقلل شوي نكثر حسب حجم حبة البطاطس اللي موجودة عنا، يعني ممكن معلقتين كبار معقول هذا المقدار. وحضيف أعزائي قليل من جوزة الطيب إذا بتحبوا هذه الإضافة أو تستغنوا عنها ما في مشكلة، ممكن تضيفوا أي شيء، ممكن تحطوا رشة هيل إذا بتحبوا، رشة كركم، رشة كزبرة ناعمة حسب رغبتكم. حبتدي أقلب كل هالمكونات مع بعضها لغاية ما تندمج بهذا الشكل. هلأ أعزائي حبتدي أضيف طحين، بنلاحظ كيف كتير طرية، لاحظوا هذا القوام كتير طرية صح؟ بنلاحظ كتير سوفت، ما فينا أبدا نشكلها. ببتدي أضيف طحين حسب الحاجة، ما عندي هون عيار ثابت لمقدار الطحين، بضيف مثلا حوالي معلقتين بهذا الشكل وأقلب لغاية ما تتجانس هالمكونات مع بعضها وتبقى شوي متماسكة، يعني هيك تبتدي كأنه عندي عجينة. لاحظوا كيف عم بعملها، بهذا الشكل نضلنا نعجنها أكثر في بعض لغاية ما كلها تتجانس بشكل كتير لطيف. لاحظوا ما عندي عيار، عشان هيك قلت لكم بدنا دائما نجرب نشوف قديش حتاخذ مني. هي تعتبر لا لسه شوي طريه، يعني ممكن اذا حبيتوا ممكن خليها بالثلاجه لحوالي ربع ساعه بتتماسك. وخليني ارش لها رشه طحين كمان. اعتقد هلا صارت معقوله بالقوام اللي أنا بدي إياه. إذا صار في مجال تحطوها بالتلاجة بيبقى كتير أحسن. هلأ بقطعها على حسب ما أنا بدي، هل قطع كبيرة صغيرة، ممكن مثلا عندي هذا الحجم لشخص عشان يتقدم كطبق جانبي مثلا جنب مشاوي جنب ستيك، هذه القطعة بتبقى مناسبة. بحاول هلأ أعطيها شيب هيك تبقى بهالطريقة، هاي هذا الشيب المعقول، ممكن أكبر، ممكن بلاش كبيرة كتير، أقطعها بهذا الشكل وتبقى أقراص صغيرة بهالطريقة، حسب أنتم كيف بدكم تقدموها والأشخاص اللي كيف حياكلوها، ممكن كل شخص يأكل قطعتين، يعني هذا بيعود لكم أعزائي المشاهدين. خلينا هلأ بعد ما أنا أشكلها بالحجم اللي بدي إياه، أنا بفضل أنها تكون الحجم الكبير زي ما عملنا قبل شوي، وأحطها بالثلاجة لحوالي ساعة تتماسك ونشوف خطوتنا التالية. أعزائي المشاهدين هلأ بدنا نطبخ أو نشوي قطع البطاطس اللي عملناها. هحتاج زبدة، هسخن الزبدة وحبتدي اخذ قطعه من قرص البطاطس واحطها في الزبده بالطريقه هاي.
بستنى لبضع دقائق يعني حوالي 2-3 دقيقة لغاية ما يتحمر عندي القاع، وبنشوف أعزائي كيف حيبقى شكله. ببتدي أعزائي هلأ أقلبها على الناحية الثانية، أخذت لون ذهبي خفيف، خلينا نتأكد بس من اللون، لطيف جدا. نقلبها بهالطريقة، وهلأ برش عليها. في خطوة حلوة ممكن إذا حبيتوا تعملوها، ممكن تستغنوا عنها حسب أنتوا بدكم. بالمعلقة بعمل زي تجويف بسيط في داخل كل وحدة بهالطريقة. هذه بتعطيها هلأ طعم أطيب أطيب، وهي من الأطباق الراقية جداً وطريقة كتير فاخرة لتقديم البطاطس. يعني هحط الجبن الكريمي، شوفوا ما شاء الله كيف هلأ هذا الطعم. نحشيها بالجبن الكريمي، بهالطريقة. بوزع عليها كمية بسيطة من الجبن الشيدر بهالشكل هذا. يعني أصبحت عندي طبق جانبي رائع جدا. بستنى لثواني بسيطة لغاية بس ما يسيح عندي الجبن. هاي اقتراح، والاقتراح الثاني إذا حبيتوا تحطوها تحت الشواية برضو بيبقى شكلها كتير لطيف على حسب رغبتكم. خلوني أحطها تحت الشواية ونشوف لما بيدوب الجبن كيف حيبقى شكلها. ما شاء الله الجبن ساح عندي بشكل كتير لطيف وتحمرت، والريحة كتير طيبة. أعزائي المشاهدين، أتمنى تكون عجبتكم. أقراص البطاطس بالجبن: 2 حبة كبيرة بطاطس، 1 ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، ربع ملعقة صغيرة جوز الطيب، نصف كوب جبن شيدر مبروش، 1 ملعقة كبيرة زبدة لينة، 1 حبة كبيرة بيض، 1 ملعقة كبيرة أوراق البصل الأخضر مفروم. للحشو: 2 ملعقة كبيرة جبن كريمي، ربع كوب جبن شيدر مبروش. للقلي: 2 ملعقة كبيرة زبدة.